سوري اكتر من اخ بالنسبه لنا، وهم منوريننا في مصر برضك، يعني احنا فرحانين بيهم والله. كبه المصريين، الشعب الوحيد اللي بيشبه المصريين. علمنا الكرم من اهل سوريا، ولبيك يا سوريا. وصل الحجاج إلى جبل عرفة في خير يوم طلعت عليه الشمس، كما أخبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أثناء تصويري لأحد الفيديوهات، جاء أحد الحجاج المصريين الطيبين ووضع مظلة على رأسي لأن حرارة الشمس قد اشتدت دون أن أطلب منه. ثم اجتمع مجموعة من الحجاج المصريين وأرادوا أن أوصل رسائلهم ودعواتهم لسوريا وأهلها. من حضرتك؟ حاج مبرور. حياك مصري. الله. من مصر؟ إن شاء الله. من وين مصر؟ من الصعيد. حياك الله. هي أول مرة بتحج فيها؟ كذا مرة إن شاء الله. كذا مرة؟ إن شاء الله. طيب شو بتحب توجه رسالة لسوريا وأهل سوريا؟ أخوة، كلنا أخوة، مصر وسوريا أخوة. سوريا، شو السوريين عم يسمعوك الآن، شو بتحب تدعي لهم؟ هم بكرب، شو بتحب تدعي لهم؟ أزمتهم إن شاء الله وحرر بلادهم، وهم منوريننا في مصر برضك، يعني احنا فرحانين بيهم والله. اخواتنا والله العظيم، البلد الوحيد اللي ما انضموا فيه السوريين برحله الهجره واللجوء. احنا بيخشوا بيوتنا وياكلوا ويشربوا معانا وتمام والله. ما شاء الله عنك. والله ربنا يكرمنا ويكرمكم ان شاء الله. اخواتنا كل اخواتنا السوريين، اخواتنا في بلدنا. السوري اكتر من اخ بالنسبه لنا، السوري دم واحد. يا رجل انتم شعب طيب كتير، ما شاء الله عنك. السوري اطيب من الشعب المصري، السوري اكرم، والكرم اللي فيه لا يعد. والله الكرم اللي عندكم ما في منه والله. لا يعد. احنا تعلمنا الكرم من اهل سوريا، ولبيك يا سوريا. ما شاء الله عنك. طيب بهذا اليوم المبارك شو بتدعي لسوريا واهلها؟ ادعو الله تعالى ان يفك عنها الكرب ان شاء الله، وفك ازمتهم ان شاء الله، ويرحم امواتهم ان شاء الله كده، وربنا يفك اسرهم ان شاء الله. يا رب امين. والنعم منكم والله، ما شاء الله عنكم، وسلامنا لاهلنا بمصر. الله يتقبل منكم يا رب. مصر حضرتك؟ من مصر. معاك دكتور هاني الشافعي. اهلا وسهلا دكتور هاني. ما شاء الله، اهلا وسهلا. من وين بمصر؟ انا من القاهره. ما شاء الله عنك، ما شاء الله. يبارك فيك يا رب، ربنا يبارك فيك ويديك الصحه يا رب. واهلا باهل سوريا، اهلا باهل سوريا، والله فعلا بنحبهم من قلبنا يعني. حياك الله، والله نحن بنحبكم محبه كبيره لاهلنا بمصر. سبحان الله، المكان الوحيد اللي راحوا عليه السوريين وما انضموا كلجوء هو مصر. سبحان رب العالمين، من نجاح فعلا الشعب السوري ان هو لما جه عندنا فتح مطاعم وفتح محلات. كنا والله بنروح ناكل في المحلات السوريه ونسيب المحلات المصريه. ما شاء الله. لا انتوا فعلا اكلكم جميل، انتوا شاطرين في شغلكم، فربنا يبارك فيكم يا رب ويجمعكم ويوحدكم وتكونوا افضل ناس ان شاء الله باذن الله. امين يا رب. اللي عم يسمعوك الان سوريين، شو بتحب تقول للشعب السوري، للسوريين؟ الشعب السوري دايما صامد على وجه التاريخ، دايما صامد ودايما مبتلى، بس كل ما بيصبر بيبقى من اعلى الناس في العالم كله والله. والله سبحان رب العالمين بتلاقي منهم بطولات فوق ما تتخيل. ربنا يوحدكم تاني يا رب، ويصبركم ويجعلكم من المؤمنين الصادقين الصالحين. امين يا رب. يبارك فيك يا رب يا اخويا. شكرا يا دكتور، الله يعطيك العافيه. الله يعطيك العافيه. ما شاء الله اهل مصر معبين الدنيا. اهلا بكم سوريا. صح صح، يعني يا رب لكم محبه كبيره. عليكم يا رب، يا رب يفك عليكم يا رب حق هذا اليوم، يا رب يفك عليكم وعلى شعبكم. امين يا رب. امين يا رب. شو بتحب توجه رساله للسوريين؟ الجمهور عم يسمعك سوري، وحابين بيحبوا المصري. السوري ده احنا بنموتوا فيه لانه حبيبنا اصلا، وشبهنا، شبه المصريين، الشعب الوحيد اللي بيشبه المصريين. يا رب يا رب يفكها علي، يا رب يا رب يا رب يا رب يكون شعب مرتاح البال ومتهني ببلده. يا رب يا رب. امين يا رب. الله يتقبل منكم حجتكم ان شاء الله، ويغفرنا جميعا ويفرج علينا ان شاء الله. حضرتكم من مصر؟ ايوه ان شاء الله. ما شاء الله عنكم، ما شاء الله عنكم. من وين مصر؟ من طنطا. من طنطا. ما شاء الله عنكم. هي اول مره بتحجوا فيها ان شاء الله؟ ما شاء الله. كيف شعورك هون انت بجبل عرفه؟ جبل عرفه زين 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 فوق، ربنا يتقبل. الو، يتقبل مني يا رب. امين يا رب. امين. شو دعيت، شو عم تدعي؟ يا رب تقبل منا ورخي الدنيا يا رب، وكرم كل عبيدك يا رب. امين يا رب. بدي اسالك شو بتحب توجه رساله للسوريين، لشعب سوريا اللي عم يسمعوك الان سوريين؟ ربنا يهديهم ويبعد عنهم من الشيطان، ويوقف لهم ولاد الحلال ويهديهم، ويكون في عونهم. امين يا رب. ويقويهم. امين يا رب. ويكفوهم شر بعضهم. امين يا رب.